تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. بحال هكا عيب اصاحبي، عيب عليكم. وليتو واحد الامازيغ يقولوا لي جدار، قلعوا جدار ما طيحش لكم على بالكم. دار فيديو كيترجم فيه الهضره اللي كنقول انا وصيفطو لجنرال بيك، قال لي ها بعث لك اللغه ديالك. عرفت اخويا ما بالي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. متابعه لملف اعتقال ستريمر ولا اليوتيوبر الياس البالكي، واللي اتهموا بتسويق خطاب الكراهيه ضد الامازيغ. وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه الجديده قرر مساء امس الاثنين تمديد فتره الحراسه النظريه في حق الياس المالكي، وذلك من اجل تعميق البحث في صك الاتهام الموجه اليه والمتعلق بتداول محتوى رقمي يحتوي على سب وقذف ونشر تحريض على التمييز والكراهيه. وكانت عناصر من الشرطه القضائيه مدينه الجديده اوقفت السبت اللي فات المدعو الياس المالكي من منزله بالمدينة، وذلك على خلفية تداول محتويات رقمية، فيديوهات كتبارتجت على مواقع التواصل الاجتماعي من ستريمات ولا اللايفات اللي كيدير، كتضمن إهانات موجهة للأمازيغيين في المغرب، الشيء اللي أثار استنكار العديد من الفاعلين في المجتمع المدني والثقافي، وخلى شي 15 جمعية رفعات عليه دعوة أمام المحكمة، الشيء اللي ادى الاعتقال ديالو. يمكن نقول على انه الهيئات اللي قدمت شكايات ولا الشخص اللي قدم شكايه، كاين واحد المساعي حميده ديال الاسره وديال هيئات الدفاع باش يكون واحد الصلح ما بينهم وما بين العائله ديال الياس المالكي لايقاف هذا النزيف، وكذلك لعدم يعني تكرار ما وقع، خاصه وان حتى الامور اللي هي منسوبه اليه ما كتدخلش شي حاجه اللي فيها الاساءه العمديه او الاساءه المقصوده لفئه او لثقافه معينه او لشخص معين. بالامس ايضا في العشيه كانت بعض المصادر كتقول على ان قريبه من هذا الملف كتاكد على انه تم الاتفاق بين دفاع المشتكين اللي هما كيف قلنا 15 جمعيه ولا شخصيه امازيغيه رفعت الدعوه عليه، والدفاع ديال المتهم على عقد لقاء بمكتب المحامي محمد المو اللي هو من هيئه الدفاع ديال الفعاليات الامازيغيه اللي رفعت الشكايه، وكيخص الاعلان على مبادره ديال تنازل المشتكين مقابل اعتذار الياس المالكي على داك الشيء اللي قال في داك اللايف. التحرك ياتي بوساطه من المحامي بهيئه الرباط عبد الفتاح زهراش، وغادي يحضر لقاء اصدقاء المالكي والعائله ديالو المحاميه بحكم كونه موقوفا للتحقيق معه من قبل الشرطه القضائيه. المبادره كتقول على ان اذا قدم الاعتذار على ديك الهضره اللي قال فغادي يتنازلوا وغادي يسحبوا الشكايات، وقالوا على ان بعض الناس قالوا على بعض المحامين على ان منذ البدايه ما كانش في نيتهم على انهم يدخلوا الحبس، ولكن كانوا باغين على ان التعاطي بحزم يكون بقوه مع اي خطابات تدعو الى الكراهيه. هذه الخطابات ولات منتعشه بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وصارت محتوى صارت ايضا محتوى للعديد من المنصات. فبنادم كيطلع يدير لايف ولا كيدير ستريم ولا ما عرفتش كيدير كيلوع فيديو، فبنادم يعرف شنو كيقول، ما يتهم حد بدون دليل، ما يبدا يسب حتى واحد. فبنادم طالع كيتفلا كيضحك، بنادم عارف اش كيقول. باكون مشات دابا المسطره حتى الاخر، تمشي راه 3 سنين ديال الحبس هي القليله كتسناه، فبنادم يعرف شنو كيقول شنو كينشر. بدا يضحك على شلح لا عروبي لا صحراوي لا شنو ولا سميتو، راه عنصريه هادي وخطاب ديال الكراهيه، تحريض على الكراهيه. اي رد باله بنادم اش كيقول. والاخ سي الياس المالكي اعتبر انه ربما يعني كما قال هو زلت لسان، ونعتبر انه هذا الدور ديال المواطنات والمواطنين، والدور ديالنا هو انه نثير الانتباه عندما يكون انزلاق او انحراف، وهذا مسؤوليه ديال الجميع حمايه لهذه المكتسبات الديمقراطيه والتنمويه والحقوقيه اللي حققتها البلاد.
طبيعة الحال فالمغاربة كنا مواطنين، لا فرق بين العربي لا أمازيغي لا صحراوي لا شمالي لا كيف مكان، فكل شيء مواطنين سواسية أمام القانون. ولكن واحد القضية بنادم اللي كيدافع على حقوق الإنسان وحقوق كذا وحقوق كذا، ما لا أعتقد على أن تصريحات على أنها تدي بنادم، خا تكون هاد التصريحات خرقاء. اللي كيطالب بحقوق الانسان ما كيشجنش بنادم على داكشي اللي كيقول بفمه. فحقوق الانسان راه يونيفرسال لا تقبل تجزئه، كيش في العالم الحر الديمقراطي كيتشد بنادم على تصريحات كيتعاقب، ولكن كيتعاقب بطبيعه اخرى ما كيدخلش للحبس، كتهبطوش للحبس، كاين الغرامات كاين شحال من حاجه، تقطع عليه البت تمنع عليه هادي دير عليه هادي، ولكن ما تكونش عقوبات سالبه للحريه. دورنا كمواطنات ومواطنين باختلاف، ما نهضرش انا على واش هذا عربي ولا هذا امازيغي ولا هذا ابيض ولا هذا اسمر ولا هذا مسلم ولا هذا يهودي، لا، كمغاربه اليوم هذا البناء المشترك ديالنا خص يكون اليوم الهاجس اليومي ديال الجميع الحفاظ عليه، تثمينه تطويره والدفع به اللي يكون في المصاف ديال الدول اللي كتمتع بواحد رصيد حر. الياس المالكي والنقطه التي افاضت الكاسكل، زعما شحال من واحد كان كيخرج كيقول هاد الهضره هو جا تحل اعمى، حتى خونا حتى هو من الغباء اللي فيه، بنادم يلا ضارب الحبس كان مو روشيرشي وتشد ورجع عاوتاني كيدير زعما يدير فيها انت ستريمر الاول معت في العالم ولا الاول في العرب ولا الاول في المغرب ولا الله يسهل عليك، لكن بنادم يحاول يدير شي حاجه اللي محتوى زوين ولا تعدك تشد في بنادم ولا تسب بنادم ولا داك يدير ولا داك يفعل، وانت دابا عندك شعبيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن في الاخر عقلك فين كاين؟ المهم هذه المبادره اعتقد على انه قدم اعتذار لهم. اذا هادو الفعاليات اللي نازلوا ولا اللي سحبوا غادي يسحبوا الشكايه ديالهم، كاين شي اشخاص اخرين باقي ما سحبوا الشكايات، يعني واخا هادو غيديروا التنازل، ولكن واش غادي تكون واش الاخرين تما غادي يديروا المبادره؟ واخا الهضره اللي دايره كيقولك على ان بعض الاشخاص متشبتين بمتابعه الياس المالكي وما استشغوش ديك الهضره اللي كان كيقول في، اعتبروها اهانه ولا اعتبروها عنصريه. مع المعنى كنت كنسمع شحال هذيك يقول لك على ان اغلبيه المغاربه ولا كلهم امازيغ ماشي عرب. المهم واحد طالع كيهضر في اللايف كيجيو وحدين كيتابعوه على الحبس باش يهبطوا الحبس، ما كتفهم والو في المغرب، بنادم كيفرح على انه واحد يهبطوا الحبس، صراحه ما كتفهم والو الشيء اللي نقدروا نقولوا. المهم هادو تنازلوا ليه، الاخرين في انتظار الى تنازلوا ليه، حتى هما راه يقدر يخرجوا الوكيل بلا ما يتابعوا، سينو راه غادي يحيلوا على المحكمه لعدم الاخرين متشبتين بالشكايه ديالو. المهم بنادم يعرف شنو كيقول واش عارف كيدير، بنادم صاحبي عنده المتابعين بزاف وكتبعوا، بنادم شويه كبر شويه في عقله. نساش تشترك في القناه ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.